هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. هو القرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. وليس ذلك غريبا على مشاريع ثلث العثمان الخيرية التي تولي كل الاهتمام بحفظة كتاب الله. ولا يعلى عليه، هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه، لن تستقيم حياتنا إلا به.